قمة السلام من القاهرة، ودور مصر الحاسم في دعم القضية الفلسطينية تقدر تاخد منه لمحات أو عنه لمحات من هذا التقرير، وهنرجع نكمل الكلام. إذا وعدت نفذت، وإذا قالت صدقت، هكذا يعرف التاريخ مصر وتتحدث عنها المواقف والأزمات. فرغم تأكيدات إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة برفض دخول المساعدات الإنسانية وحديث أبواقها عن تجويع لسكان القطاع، ها هي بشائر المؤن والمساعدات الطبية والغذائية تدخل من معبر رفح إلى الفلسطينيين. دخلت 20 شاحنة كدفعة أولى بعد تصميم مصري على ربط خروج حملة الجنسيات الأجنبية بدخول المساعدات. لم يقتصر الدور المصري الحاسم على إدخال المساعدات، بل سابق الزمن لإنجاز هدنة ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح البريئة، ثم دعوته لقمة دولية حضر إليها قادة لأطراف إقليمية ودولية مؤثرة للوصول إلى حلول عادلة أساسها حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، الذي أقرته من قبل قرارات أممية وكان حصيلة جلسات تفاوض طويلة. وتأتي قمة القاهرة للسلام كمناسبة لإظهار حقيقة ما يحدث في غزة وتفكيك أكاذيب الإعلام الغربي حول جرائم الحرب الإسرائيلية وتوضيح تأثير القصف على الأطفال والنساء والمدنيين هناك ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.